هذا هو المخطط، بس وزارة الصحة لسه ما وافقت عليه لأنه لسه ما بيشتمل على مأوى عاجزة. الوزارة حابة تزيد من استيعاب المشروع وتدخل بعض الوحدات الاجتماعية عليه. مشروع ضخم. شكراً ناريمان. طيب وأنا شو المطلوب مني؟ بدي إياك تساعديني، شركة التنفيذ مستعجلة عليه والمدة قصيرة ولحالي صعب إلحق، وحابب نشتغل سوا. بس أنا بعرف إنه في معك شريك. هون المشكلة، محمد ترك الشركة. مع إنه شغلكن ماشي. بتعرفي إنه زوجة محمد فرنسية؟ مزبوط. حبت ترجع لفرنسا ومحمد اضطر يروح معها، وبقيت لحالك. تركني بوقت مو مناسب. بتمنى منك إنك تساعديني. ما دشيته؟ بلا. سلوى، أنت بتعرفي أبو للولد ما هيك؟ الله يوفقك لإيليا، خليه ياخده، خليه هو يربي. أبوه هو أنا. أنا ما بقدر شيل حالي، كيف بدي ربي؟ والله بدي مين يخدمني. قلتلك أنا أبو للولد، ما سمعتيني؟ مسجل على اسمي بالنفوس. ما بيكفي إنك تسجل الولد باسمك، لما تكون بشغلك مين بده يدير باله عليه؟ تعرف وضعي منيح. أنا بهتم فيه حتى لو اضطريت إني أترك شغلي. لا تردي عليه، هلأ لساته مصدوم، بكرة بيغير رأيه. إذا أجا وقال لي مليت أنا شو رح أعمل؟ العالم شو بتتحكي علي بوقتها؟ قولي لي. الله يرضى عليك يلاقي لي أبو، خليه يجي وياخده. آه يا جولييت، آه آه، شو هالورطة اللي حطيتني فيها؟ شو هالورطة؟ الوزارة عم تطلب تعديلات كبيرة، فالأفضل إنه نعمل مخطط جديد. وأنا برأيي هيك بيكون أفضل. عن جد؟ يعني قبلتي؟ إذا بقلك إنه المشروع ما عجبني بكون كذابة. وافقتي؟ موافقة. أنقذتيني من مشكلة كتير كبيرة، شكراً شهرزاد. العفو. أنوار؟ أهلين. مرحبا. بعرفك بشار، وهو رفيقي من الجامعة. أنوار. أهلا وسهلا. أهلين فيك. أنوار أقصال. ليش واقف؟ بلا ما أزعجكم. شو هالحكي حبيبي؟ بشار عنده مشروع جديد وقاعدين عم نحكي فيه. عن جد؟ الكتب وصلوني جلال بيك، شكراً. الغلاف كتير حلو، وهذا كله بفضلك. الله يسامحك، ما عملت شي بس أنا ترجمته، كمان الفضل إلك ولجهودك. على كل حال إن شاء الله ألف مبروك مشان الكتب. شكراً. عفواً. حضرتك بتكوني قصة هنادي؟ أيوة. أنا فريدة أقصال، زوجته لمحسن أقصال. فتون سامحيني. مستحيل سليم، اللي قلت لي اياه امبارح طول الليل ما خلاني نام ومستحيل انساه. عن جد ما كان قصدي، كنت متوتر شوي لما قلتي لي حتروحي، مدري شو صار لي. حبيبتي سامحيني. بترجاكي. بكفي سليم، اصلا كانت غلطه، انسى هالموضوع. ما فيك تنهي القصه على التليفون، تعي لحتى نحكي. لا، معناتها انا بجي. سليم لجن. عم بحكي جد، إذا أنت ما بدك تجي أنا بجي، قسماً بالله بجي لعندك. سليم لا تعملها، لا تجن. مستنيكي،
إذا ما أجيت اليوم المساء حتلاقيني على بابك. سليم شان الله. جربيني. شكرا كثير عزبتك. ممكن اعرف شلون قدرتي تلاقي عنواني؟ شو نسيتي انك مترجمه مشهوره؟ مو صعب الواحد يوصل لك. انا بتشكرك لانك استقبلتيني بدون موعد. لا العفو، انت شو بدك مني؟ أنا عن جد ما توقعت تكوني ست ظريفة لهالدرجة. اسمعي، ما عندي وقت ضيعه معك بمواضيع ماتت من سنين طويلة. فهماني شو عم قول؟ لا تخافي، ما رح أخذ من وقتك كتير. إذا بتريدي ممكن تجيبي لي شوية حليب. صايرة ما عم حب القهوة بدون حليب. لو عرفاني ما بلشنا بتلميعون اليوم، أخدوا وقت. لا تاكليهم من هون للظهر بيخلصوا. ست ناهدة، أنا سريعة فيهم خالي ناهدة، إذا منتساعد منخلص بكير أكيد. أنا ما رح مد إيدي عليهم أبداً لأنه هالمواد بتعمل لي حساسية. قلي لي إمتى بتبدأ دورتك؟ بكرة أول درس. بس متلبكة. إيه أنت ما بينخاف عليك، بس صعبة تبلشي دراسة من أول وجديد. إيه طبعاً. شكراً كتير. هلأ صارت منيحة. انتي بتشربي قهوتك سادة ما هيك؟ ما رح تقولي لي شو سبب زيارتك المفاجئة؟ هالصورة عندك منها كمان؟ صورناها ببورصة، كنا نحن ثلاثة، محسن وأنور وأنا. وقت أنور كان عمره يمكن 10 سنين أو 11 سنة على الأغلب، كان لسه بالابتدائي وقتها. ست فريدة، ما عندي وقت ضيع، لو سمحتي ممكن تقولي لي ليش إجيتي؟ كمان بتذكر وقتها كنا ساكنين ببيتنا القديم، يعني بعدك بشارعين. بتصور كنتي ساكنة هون بهداك الوقت، مو هيك؟ لو سمحتي. هلأ فهمت منيح ليش محسن كان يقول لي إني أنا طالع مشان أتمشى شوي وبرجع لك. معناتها كان يطلع مشان يشوفك أنت، كان يطلع من عندي مشان يشوفك للحظات، يعني بالوقت اللي بكون فيه أنا وابني بالبيت بتكونوا انتو مع بعضكم. ست فريدة لو سمحتي. ما قلتي لي ايمتى انتقلتوا على البيت الجديد يا ست هنادي؟ البيت يلي توفى فيه زوجي محسن. عم اترجاكي، قولي يلي بدك اياه وروحي، لا تخليني اندم اني استقبلتك ببيتي. معقول ما كنت تحسي يا هنادي؟ ما كنت تحسي انه الزلمة اللي بتحبيه زوجي ساكنين بعدكن بشارعين؟ عن جد ما كنت تحسي؟ كأنك تأخرتي بالجاي لعندي لتحاسبيني. أنا مو جاي مشان حاسبك ست هنادي، أنا بس جيت لأفهم شو الشغلة يلي كانت موجودة فيكي لحتى محسن حبك وتركني مشانك.
أول شي مرت عمي أنا رايحة. لوين يا فتون؟ رايحة لعند رفيقتي، بعدين رح مر على السوق بدي جيب تياب شتوية للبنات. يلا بخاطرك. خير مرت عمي؟ في كم شغلة بدي جيبهم من السوق. رايحة معي؟ اي ولو مرت عمي. الشباب بلشوا الشغل بالمشروع فلازم تعينوا مهندس مشرف وبسرعة، وهي الشغلة أنا ما بقدر أعملها يا كرم بيك، وأنت بتعرف منين. أنا ما عدت شاب. لا تقولها، أنت شيخ الشباب يا عم ياسين. والله أنا معتمد بصراحة على منى. شو ما بدها ترجع على الشغل؟ منى رح تمدد إجازتها شوي. يا حبيبي خلص عم ياسين، أنا برجع بحكي معك عن إذنك. ليش بدك مدد إجازتي؟ لأنه شهر عسل. شهر العسل ما في شغل. بس شهر العسل خلص من زمان حبيبي، هلأ لازم نرجع على الشغل. بس أنا ما خلص عندي. بس أنا بدي أرجع على شغل. عم تمزحي؟ لا ما عم بمزح عن جد. أنا عن جد مشتاقة للشغل كرم. بس أنا مشتاقة لك. إذا بدك مرت عمي تعالي معي لعند حنان. لا دخيلك، هلأ بتبلش بموشح النق تبعه وما بخلص منه. اي والله مرت عمي مزبوط، بس رفيقتي بدي اتحملها. لو سمحت اخي نزل لي وين ما بصح لك هون. ديري بالك على حالك مرت عمي. لا تخافي علي، سلمي على حنان. بيوصل. قديش عمره للولد؟ ما بعرف، بس مو أكتر من شهرين. طيب أمه كيف ماتت؟ جلطة، اكتشفوا انه في ورم براسها وتسبب لها بجلطة دماغية. مسكينة، الله يصبره ليمان. زعلت كتير عليه، الله يساعده. اي مو سهلة انوار. ما قلتي لي شو هذا المشروع اللي عرضوا عليك بشار؟ جايب لي اكبر مشروع خدمات صحية وعامة عمل لهلأ. المشروع كتير حلو أنوار، أول شي ما حسيته هيك بس بصراحة عجبني. ورح تشرفي على البناء؟ لا بس رح نفذ المخطط الهندسي. وانتي وافقتي؟ ايه طبعاً حياتي. منيح، بس مو هذا الشغل رح يكون متعب كتير لإلي؟ أنا بحب شغلي كتير وما بتعب منه. حتروح تتعشى مع ياسمين اليوم ما هيك؟ إلا إذا أنتي كان عندك مانع. لا بشار بده يعرفني على المهندسين اللي معه بالشغل، فحروح معهن على العشاء. ليش لا؟ تفضل. Thank you.
بكفي بكفي. فتون، قلت لك اتركني سليم خلص. وقت ما بتكوني معي عم جن فتون، صدقيني عم جن. قلت لك خلص، انا مو قادره اكمل معك سليم، خلينا نترك بعض. فتون بترجاكي، فتون هي انا عم بترجاكي لتسامحيني. خلص وقف، قولي لي سامحتك. طيب سامحتك، وقف بقى. خلصت اللوحة؟ طالعة كتير حلوة. عجبتك؟ كتير تاخذ العقل. تفضلي. صحتين وهلا. ايه ماما؟ كمال ابني، انت وينك؟ شو عم تعمل؟ بالمحل؟ شوف كمال، في شغلة مهمة لازم اقول لك اياها. مو وقتها، بعدين. ايه روحي جاي. دوش احلى شي بالحياة. لو ما جيت لعندك كنت رح تجي عن جد؟ طبعاً لا، معقول حطك بهيك موقف؟ يا عليك شو قوي، لكن ليش هيك حكيت؟ ما كنتي حتجي غير بهالطريقة. عم تستنى حدا؟ بيكون حدا من الصالة. مرحبا. أهلا وسهلا. هذا بيت سليم الرسام مو هيك؟ سليم؟ في عندك حليب؟ ايه حبيبتي، بالبراد. فتون؟ مرت عمي؟ يا عيب الشوم عليكي. مرت عمي؟ مرت عمي اسمعيني يلا شوي. يلا استناكي برا. انا انتهيت، انتهيت، مو معقول. فتون اهدي شوي حبيبتي، اهدي. لا تقلي حبيبتي، لا تقلي شي. بكل الاحوال كانوا حيعرفوا، هيك احسن. شو عم تقول انت؟ شو رح ساوي هلا؟ يعني بدك يعني اجي اسكن هون؟ شو انت مجنون؟ فتون انت متوترة هلا. تركني، لا تلمسني. يا الله شو بدي ساوي هلا؟ خلصنا بقى فتون، خلصنا بقى، اهدي شوي. مرت عمي، مرت عمي، مشان الله اسمعيني. خسي. طيب انا غلطت. خلص اخرسي، ما بدي اسمع صوتك. هاتي لابوس ايدي. بعدي عني. مرت عمي اسمعيني. شوم يا بشوم، يا ضيعان تعبي فيكي يا قليلة التربية. والله سويت هيك لانتقم من كمال، مو هو سوا فيني هيك مع هي اللي بحبها. العين بالعين والسن بالسن يعني، مو عيب عليكي تعملي هيك شغلة؟ يا بشوم.
مرت عمي الله يخليك استري علي ولا تحكي شيء. اسمعيني منيح، هلا قدامك حلين، يا بتاخدي بنتك الصغيرة وبتروحي لعند أمك على قيصري وبتشوفي سليم وبتعملي اللي بدك إياه وما عاد بتشوفي بناتك غير كل فترة. لا تسوي هيك مرت عمي الله يخليك. يا أما وحياتك بحكي كل اللي شفته لعمك برهان، وبتنزتي بالشارع مثل الكلبة وما عاد تشوفي بناتك بحياتك. اختاري لشوف. استني مرت عمي شان الله، مرت عمي مرت عمي. هاي برهان عم بيتصل رح يسألني وين أنتي، قرار عندك. برجع لقيصري. ايه برهان شو بدك؟ يا ناهدة تعالي لعندي على السوق. هذا نفس المبيت اللي شربت منه اليوم؟ ايه استاذ نفسه. طيب اليوم اتغديت انا وشهرزاد هون وعجبها كثير هذا المبيت. ايه هيك لك رح تنتقلي على نيويورك ما هيك؟ ايه صحيح. ومشان شغلك؟ ما في مشكلة، عينت مدير اداري للشركة بيمشي الحال. امتى ناوي تسافري؟ خلال أسبوع. ياسمين كأنك مستعجلة مو هيك؟ هو بالأساس رجعتي كانت غلط أنور. طيب بس ما بظن إنه البلد سيئة لهالدرجة. مو هيك، ما لا سيئة بس أنا ما لقيت يلي بدي إياه. إذا هيك ما فيني أقول شي، لازم تدوري عليه. يلي مضيعته كان قدامي بس ما حصلت عليه. سباق مع بطلة القصص مو سهل بنوب. قصدك شهرزاد باللي عم تقولي؟ شو رأيكم بهذا؟ كتير حلوة. ايه؟ خالته أروى شفتي هاد الممثل؟ اللي بالصفحة لسه في إله صور كتير كتير حلوة. حكيتي لفتون قصة الولد ما؟ هاي كتير حلوة. حكيت لها تورم عيونها من البكي. عجبتني أكتر. ناديلها خليها تجي. بتعرفي خالة أروى ما حتنحل بالبكي والصريخ، هاي مو لعبة. ايه ايه وفينا نكبرهم كمان يا كمال. أبو قال لسلوى حيجي مشان ياخده، وبصراحة جده للولد كتير كتير مهتم، قال له حفيدنا وحنحطه بعيوننا، وأصلاً هن عم يدوروا عليه. كيف يعني؟ سلوى لقته لأبوه؟ الله يرضى عليها، تعبناها معنا كتير. أنت شو عملتي؟ ليش عملتي هيك؟ ما هو هذا الصح يا ابني، لا أنا ولا أنت فينا نربي. أنت عم تكون بشغلك طول الوقت وأنا طول النهار معه مع أني مريضة، وأنت بتعرف وضعي. هذا الولد أماني من جولييت وما رح أعطيه لحدا. يا مان حكي معقلك شوي، يا ابني جده كتير غني حيربيه مثل البشوات. مستحيل أعطي ابني لحدا، مأمون ابني أنا. فتون قومي لشوف برهان بيك عم يستناكي. مرت عمي. أنا ماني مرت عمك، وأنا من اليوم ورايح ماني هيك بنوب. مرت عمي الله يوقف عشان الله لا تبعديني عن بناتي. قلتلك قومي لشوف. فتون بعتقد انه ناهدة خانم حكت لك القصة،
هلأ يا ريت ما صار هيك، بس يلي صار صار، والمهم هو كيف بدنا نحل هذا الموضوع من دون زعل. يا مان حرام تعمل بالولد هيك، اعطيه لأبوه، الزلمة زنجيل. يا مان إن شاء الله يا ابني إن شاء الله. اسمعوني، بما أنه هذا الولد حفيدي ومن لحمي ودمي حيتربى بهذا البيت هو وإخواته. مستحيل عمي، عمي أنا مستحيل أقبل أنه بناتي يربوا هنن هالولد بنفس البيت لو شو ما صار. فتون شو هالحكي هاد؟ بنتي فتون، هذا الولد ماله ذنب، أنت لازم تفهمي هالشي. خلص كمال، بعد هالشي افتهينا. أنا هون ما عاد إلي قعدة. روحي حدك 60 جهنم، ما بقى بدي شوفك أبدا. كمال بتون عدوا لشوف. بوعدك ما عاد تشوفوا شي هون، أصلا هي بتستاهل اللي صار فيها. اهدي، نلعي من هون، روحي لبرا، ما بقى بدي شوفك بهالبيت. برهان خلاص تركها تروح. يا ناهدة يا كفي، تركها تروح ونرتاح منها. أنا رجعت على هالبلد مشانك وأنت بتعرف. لا ما بعرف. كنت مراقبتك، وين عم تقعد، مع مين وشو عم تعمل، ولا كأنه كنت غايبة. ياسمين بكفي، انت شربت كتير. لو كان وقتها عقلي معي ما كنت تدللت عليك لما تركني ورحت ابدا. فكرتك حترجع بس ما رجعت، ولما قررت شوفك لقيتك مرتبط. هذا الكلام خلص وراح وقته، انسي بقى. لو فيني انسى كنت نسيت انور. صبلي صدقني، مو بإيدي، مو قادرة أنسى الموضوع. بابا تقبل تستقبلني أنا وابني ضيوف عندك؟ شو هالحكي، هذا بيتكم. شوفير معك؟ لا بعدته على بيته. معناتها رح وصلك. ما في داعي أنور، لا تتعب حالك، صحياني. ما فيك تسوقي وانت هيك سكراني. مو مشكلة. حظكم حلو يا شباب، رح تتعلموا كتير من الست شهرزاد. نحن ما بدنا أكتر من هيك. خلونا نحكي بالمشروع شوي. تفضلي. أول شي لازم نعمله هو الدراسات الضرورية، بنية ديموغرافية، وسط اجتماعي. دقيقة لسجل. طيب، ولازم نعمل دراسة جيولوجية ومناخية للمنطقة.
ليه عم تضحك؟ ما في شيء. ذكرت كم مرة عدت اللي قلت لك اياه اليوم على العشاء بعقلي. صدقني انك كل يوم بقعد بحكي معك بخيالي يا انوار. بحكي مع حالي اللي ما بقدر اقول لك اياه بوشك. لازم تنامي منيح هلا. لا تفكري غير بنيويورك. نيويورك؟ وشو عم يستناني هنيك يعني؟ يمكن النجاح وحياة جديدة كمان. عم يستناني الفراغ والوحدة. حبيبتي لا تأجلي أكثر. اتصل بماما؟ بجوز تعصب علي. لا تكوني خايفة. ايه طبعا خايفة لأنه هي أكيد رح تزعل مني. منى صرنا أسبوعين متزوجين وبتأجلي الموضوع؟ كل ما بتأجلي أكتر كل ما أمك بتزعل أكتر. معلوم. ايه يلا. ألو كيفك ماما؟ أنا منيحة لا تخافي. بابا كيفه؟ لساته بأمريكا؟ خلص مو ناوي يرجع؟ إيه كيف الجو عندكم؟ في مطر؟ جو شو؟ يلا خبريها. إيه استنى ماما بدي أقول لك شغلة بس لا تعصبي علي. لا حبيبتي شو حامل؟ لا مو حامل أبداً. يا ريت. إن شاء الله قريباً الليلة. ماما أنا تجوزت. إيه كرم ماما ليش عم تبكي؟ شي أسبوع ما قلت لك لأنه خفت تعصبي. معك حق. كرم قال لي مشان خبرك بس طبعاً هو جنبي هو حابب يحكي معك. ماما بدها تحكي معك. أنا؟ يلا مو أنت قلت لي اتصلي. بس شو بدي إلا؟ ما دخلني احكي يلا. مرحبا كيف صحتك؟ شكراً. لا والله ما عملنا عرس. طبعاً حنعمل. لا ولو ما بيصير بلاكم. شرفوا لعنا. عن جد شرفونا بزيارة. شكرا وانت بخير. شفتي شلون؟ ما في شي بيخوف. انت شو قلت؟ شو قلتي؟ حابب تصير اب؟ ايه غلط. مرتي احلى وحدة بكل العالم وابننا يعني يلي حتجيبيه انت لازم يكون اروع واجمل ولد بهالعالم كمان. عن جد منى أنا حابب جيب منك ولد. أنا كتير مبسوطة بهذا الحكي. بحبك. بحكي معك قبل موعد سفرك مشان ودعك. طيب فوت شوي. ما بقدر الوقت تأخر. أنور إذا بتريد ما حشوفك مرة تانية. شو هالحكي؟ أنا بيجي بزورك. ما رح تجي. بلا رح أجي. يلا خلينا نشرب فنجان قهوة مثل أيام زمان مع بعض. يلا عن إذنكم لازم أمشي. بس لسه بكير. يا ريت بس مشان ابني ما بينام قبل ما أقله تصبح على خير. تشرفت بمعرفتكم. نحن مبسوطين لأنه رح نشتغل سوا. فرصة سعيدة. شكراً. شوفكن عن قريب. شكراً إليك. شكراً كتير على وقتك. واجبي. تصبحوا على خير. وإنت بخير. تلاقي الخير. لما رجعت لهون ما كنت ناوي استقر بهذا البيت.
حسيت قعدتي رح تكون مؤقتة. وهو هيك الوضع؟ شوفي حالك لساتك مسافرة. كنت متمنية اسكن أنا وإنت ببيت واحد مع بعضنا، بس طلع هذا حلم. أنا تأخرت كتير، خليني أروح وإنت نامي وارتاحي. بكرة عندك شغل كتير، يلا. خليك كمان شوي، الله يوفقك. صدقيني إذا بضلها بكرة ما رح تستفيدي شي ياسمين. ما عم تخطر عبالك ذكرياتنا القديمة؟ وقت ما كنا نحب بعض أنا وياك ياسمين. أنور، أنا كتير حبيتك، أنت ما حبيتني؟ طبعاً حبيتك، بس هذا الحكي بالماضي لما كنا صغار. هديك الأيام راحت، بس أنا ولا يوم نسيتها. أنور خليك معي. ياسمين خلص، أنت مالك وعياني شو عم تحكي؟ مشان الله خليك معي بس الليلة، حابة احتفظ بذكرى أخيرة لو سمحت. تصبح على خير ياسمين. إذا سمحتي ما حدا حيعرف. لا ما بقدر أنور، بترجاك بس الليلة. قلت لي خلاص خليك معي ياسمين. بس ياسمين. الليلة أنور بكفي بقى، لو سمحت أنور. ياسمين أنت شو صار لك؟ عرفاني شو عم تساوي؟ هاي آخر مرة بتشوفيني، واعتبر إني ودعتك. مستحيل يقدروا يعيشوا مع بعضهم أكثر من هيك يا برهان، فهمها بقى. خلاص خليها تروح على بيت أمها. ومنبعد كمال معها على الضيعة، بيبقى هنيك فترة. فتون بتهدى شوي وبترتاح أعصابها. وحياتك مستحيل يا برهان، مستحيل يتفقوا. وليش مستحيل بقى؟ لا إله إلا الله. أنا ما بقى بدي فتون تقعد بهذا البيت ولا دقيقة واحدة. ما بدي. خلصنا. والله أنا ما عاد أفهم شيء، أستغفر الله العظيم.